ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، وتسعى الحكومة للتوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها سعيا لدعمها والتوسع فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. نظمت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر ورشة عمل في إطار الإعداد للاستراتيجية المستقبلية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري. يأتي ذلك في إطار المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية لإعداد الاستراتيجيات المستقبلية بما يدعم رؤية الدولة التنموية 2030 واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام الجامعات خلال عام 2021 بإطلاق 957 قافلة متكاملة لخدمات المجتمع المدني والمحلي في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية ومحو الأمية وبناء القدرات بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، وبلغ عدد المستفيدين 517,000 مواطن. عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقاء عبر تطبيق زوم مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الدنمارك، وتطرق اللقاء للاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار بين الشباب المصري الدارس بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أي أفكار مغلوطة عن مصر. نجحت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط 10 عملات معدنية يونانية رومانية وبيزنطية وصليب قبطي من المعدن بحوزة أحد المسافرين. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة من الخميس المقبل الثالث من مارس بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات على جميع الأنحاء.